أهلا بكم من جديد. أطلق ناشطون في المغرب دعاوى تطالب الحكومة بحظر تطبيق تيك توك بسبب سوء استعماله من المشتركين فيه بحجة وضع محتوى مثير للجدل، فيما رفض آخرون دعوات الحظر كحل من مبررين موقفهم بضعف التعليم وتقصير رقابة الأهل وسوء استعمال التطبيق. مشاهد صادمة لمغاربة يقبلون أحكاما مذلة عبر تقنية البث المباشر على تطبيق تيك توك مقابل الحصول على دعم مالي، ما أثار غضب ناشطين مغاربة أطلقوا حملات تطالب الحكومة بحظر التطبيق في المغرب، حملة بشعار لا للمذلة، كرامة المغاربة في خطر. شبابنا أصبح مدمنا على التيك توك، سواء بالمشاهدة، سواء بالمساهمة، سواء بالمشاركة، سواء حتى بالتسول عبر هذا التيك توك، ما يسمى بالدخل السلبي. هذه كلها أشياء يعني تدمر المجتمع، سواء على مستوى الجانب النفسي، على مستوى الجانب الإدماني كذلك، إدمان الرقمي، أو على مستوى الأخلاقي السلوكي والقيمي كذلك داخل المجتمع. التيك توك مدمر للمجتمع المغربي. تطالب الحملة التي وصل صداها إلى نواب البرلمان المغربي إلى إخداع التطبيق المثير للجدل لقوانين رادعة تجرم الإساءة وترويج التفاهة والإخلال بالحياء والنظام العام. نلاحظ التحريض على الدعارات، التنمر، التشهير وغيرها، تشغيل الأطفال، استغلال الأطفال، الإعلان على البيع ديال الجسد أمام الملاء وغيرها من الممارسات الحاطة بالكرامة، الحاطة بالمرأة، الحاطة بالمجتمع وبالقيم دياله، وبالتالي فإلى ضرورة أن يكون هناك نص شرعي يؤكد ويؤطر كل هذه الممارسات. لكن خبراء يتحفظون على دعاوى المنع لأنها تضييق على حرية الإبداع والتواصل الاجتماعي، محذرين مما يصفونه بتغافل الجوانب الإيجابية للتطبيق. كاين بعض الرسائل اللي هي سلبية واللي هي ذو المستوى، ولكن يمكن تصلحوا بالثقافة، بالتربية، بالتكوين، بالتعليم، لكن المنع ما عمره كان حل، لأن وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي عندها طرق كثيرة باش يمكن لها توصل. ويحمل فريق ثالث الحكومة المسؤولية بسبب قلة دور الشباب ومسارح الأحياء وتعثر تطوير قطاع التعليم بما يحصن الأجيال الجديدة بمناعة فكرية تقيهم سوء استعمال التطبيقات الحديثة. تسول رقمي، ترويج للتفاهة وهدم لقيم المجتمع، هكذا يصف ناشطون مغاربة أخطار تطبيق تيك توك مطالبين بحظره، فيما يتحفظ آخرون بحجة حرية فضاءات الإبداع ووسائل التواصل الاجتماعي، محملين المسؤولية للمدرسة وغياب رقابة الأسرة. فاطمة أبو غنبور، الحرة، الرباط. ينضم إلينا عبر خدمة سكاي من الرباط الخبير في الأمن السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات زكريا العلوي. أهلا بك معي زكريا. المشكلة في التطبيق أم في المجتمع أم في رقابة الحكومة؟ مرحبا سيدي الكريم. أهلا بك. بداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. أما بخصوص موضوع تيك توك وقضية حظره، أنا شخصيا لا يمكننا اعتباره وليد اليوم. لو عدنا إلى سنة، تحديدا إلى سنة 2019، كانت هي النواة الأساسية لانتشار هذا التطبيق على المستوى العالمي، حيث صارع المشرعون الأمريكيون بشكل مباشر إلى عدة اجتماعات لحظر التطبيق على كافة المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه بعد عدة مشاورات بين أمريكا والصين أفضت إلى أن التطبيق لا ينتهك الخصوصية المستخدمين، ولكن كذلك لجنة العدل الأمريكية فرضت منعه على الموظفين الحكوميين وعلى الأجهزة التي تقدم للمؤسسات، الأجهزة الرقمية التي تقدم للمؤسسات. كذلك اتجهت 19 دولة إلى اتخاذ نفس القرارات، منها كندا، أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي. معروف. إلا أننا مؤخرا وصلنا هذا المد إلى دول عالمنا العربي والإفريقي بصفة خاصة، حيث أصبحت عدة مطالبات بمنع وحظر هذا التطبيق لعدة عوامل. نشاهد حاليا أن الأردن، كذلك شاهدنا الصومال وشاهدنا أفغانستان، ثلاثة دول خصوصا منعوا التطبيق
أفغانستان قالت أن التطبيق حفاظا على الشباب، أما في الأردن والصومال الأردن منعته لانتشار المحتوى العنيف والذي يدعو إلى قيام الحرب الأهلية بين السكان، فاعتبرته يهدد الأمن القومي الأردني، مما أدى إلى منع التطبيق. ممتاز، ولكن حتى نكسب الوقت زكريا، ترى أن المشكلة في التطبيق أم في من يستخدم التطبيق أم في الرقابة على المحتوى يا زكريا؟ أين هي المشكلة؟ يعني نحن لدينا هذا القلم، إما أن أكتب بهذا القلم على الورقة أو أحاول تخريم هذه الورقة أو أستخدم هذا الشيء بشكل مغاير. المشكلة في من يستخدم أم في الشيء نفسه؟ المشكلة في الوعي، في الوعي الرقمي، وليس المشكلة لا في التطبيق ولا في المشكلة في الوعي الرقمي. من المسؤول عن عدم وجود هذا الوعي زكريا في البلاد؟ هي أساسا هي الحكومة والحكومات بصفة عامة هي المسؤولة الأساسية عن هذا الوعي الرقمي. حتى القوانين لا يمكنها أن تضبط، تطبيق حتى بالحظر لا يمكنك أن كيف لا أن كيف لا كيف لا وهناك يعني أمن سيبراني، هناك قوانين ضد الجرائم الإلكترونية، يعني إذا رأينا ويمكن رؤية في التقرير بعض الصور التي لربما قد تخدش الحياة، قد تهين المرأة، قد تهين الطفل أو تؤثر على أي مشاهد، هذا يعتبر جريمة إلكترونية. أين تطبيق هذه القوانين؟ أتفق معك في هذه النقطة، ولكن بالنسبة لتطبيق تيك توك فهو الأمر مختلف تماما، لأن المحتوى المسيء قد يأتيك من دول أجنبية، صحيح. بأن الشخص يكون مقيما غالبا في الخارج وليس في الدولة لتفرض عليه عقوبات أو الحظر أو تمنعه أو تسليبه حتى الأرباح التي يأخذها من التطبيقات. لهذا أن حتى تشريع قوانين حديثة لمنع التطبيقات أو لتنفيذ أحكام على المستخدمين لهذا التطبيق فهي شبه مستحيلة، لأنه طيب مثلا هذه الصورة التي تراها الآن زكريا وأنت تحدثنا الآن، يعني هذه تعتبر حرية تعبير مثلا، يعني تراها حرية تعبير أو يرونها الناس حرية تعبير، من يضع مثلا بيضة على رأسه أو يضع أي شيء على رأسه، هذه حرية تعبير تعتبر؟ أو هذا الرقص الذي نتابعه الآن هذا حرية تعبير؟ بل الأخطر من ذلك سيدي الكريم فهو أن جهات إعلامية تستضيف هؤلاء المستخدمين لتيك توك ويصرحون بأنهم يكسبون ملايين من الدولارات من 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 هذه الأفعال المسيئة. يعني الوضع الاقتصادي هو أدى زكريا إلى 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 هذه الظاهرات أو هذه الظواهر التي نراها الآن، يعني كما تفضلت تيك توك يدفع المال، يدفع المال، نضيف المعلومة، سامحني زكريا، سامحني زكريا، تيك توك يدفع مال لمن يحصل على أعتقد إعجاب أكثر أو يدخل في منافسة، يعني أنا لا أملك هذا التطبيق ولست متواجد عليه، ولكن من يدخل في منافسة ويربح في هذه المنافسة فيحدث يحصل على المال، يحصل على الهدايا وفق ما قرأت، فهو لربما وسيلة كسب في ظل وجود وضع اقتصادي متدهور، دعني أقول نوعا ما، ولكن هناك ربح خيالي وليس تدهور اقتصادي، هو أصبح الآن عبارة عن الشخص يعتبره شركته الخاصة، يدخل 30 ألف دولار في يوم، يمكن أن يدخل 30 ألف دولار في اليوم حسب التصريحات التي شاهدناها على الإعلام بمحتوى مسيء. الهدايا التي يتلقاها المستخدم لتيك توك يمكن أن يحولها مباشرة إلى أموال خارج نطاق دولته. هناك عدة عوائق أمام القانون وأمام الدولة لكي تحظر تطبيق التيك توك. الوسيلة الوحيدة في العالم لكي تمنع الدول التيك توك هي الوعي. طيب وفق معلوماتك زكريا، إن تم منع مثلا هذا التطبيق دعني أقول في المغرب أو في أي دولة أخرى، ألا يمكن لمستخدم الهاتف أن يحمل هذا التطبيق ويستخدم مثلا VPN كما يقال أو بروكسي، لا أعرف كيف تترجم في باللغة العربية ولكن هي مصطلحات تقنية يعني متعارفة ومعروفة، VPN ألا يسمح باستخدام هذا التطبيق ويكون مستخدم هذا التطبيق دعني أقول خارج إطار التغطية في الموقع الجغرافي الذي هو متواجد فيه؟
صحيح، بكل بساطة ممكن لأي شخص أن يقتني بي بي إن ويستخدم تطبيق تيك توك. طيب ما فائدة المنع إذا؟ المنع إذا تم حظر تطبيق تيك توك فإن مثلا الأطفال أو الناشئة يصعب عليها استخدام مثل هذه التطبيقات لتجاوز الحماية أو لتجاوز الرقابة من أجل استخدام أو مشاهدة هذه المقاطع المسيئة. إلا أنه في عالمنا العربي بين قوسين وبصفة عامة وكذلك في إفريقيا نحن لا نفرض رقابة، لدينا مشكلة الرقابة على الشركات الكبرى، كما شاهدنا أن في إيرلندا فرضت على شركة ميتا غرامة قدرها 400 مليون دولار لانتهاكها الخصوصية. كذلك دول الاتحاد الأوروبي فرضت على شركة ميتا غرامة قاسية قدرها 1.2 مليار دولار لانتهاكها الخصوصية. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا انتهاك الخصوصية؟ فأصبح المستخدم العربي أو الإفريقي سلعة لدى هذه الشركات دون أي رقابة، ودون كأننا في غابة نشاهد فيديوهات العنف، فيديوهات القتل، التحريض على الإساءة، التشهير دون أي رقابة من طرف الحكومات أو من طرف الدول. من الرباط الخبير في الأمن السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات زكريا العلوي، شكرا جزيلا لك. شكرا.